عيد مبارك علينا وعليكم جيمرز جنتلمان وعلى الامه الاسلاميه كلها. معاكم احمد بهجت من قناه فرجني وفيديو اخر من لعبه هورايزون فوربيدن ويست. وقبل ما اسيب اللعبه فور جود اكتشفت ان انا لسه ما خدتش تروفي بتاع اراضي الصيد لان انا فاضل لي الجبال هائله بس هي اللي ما عملتهاش. وفي هذا الفيديو هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نخلص هذه اراضي الصيد وناخد الاشطه بتاعتها. ما تنسوش اللايكات العنيفه بتاعتكم يا شباب وتشتركوا مش مشتركين. وهيا بنا نذهب ونرى كيف سنفعل هذا. طيب انا وصلت الاراضي الصيد اهي قدام الصياده. هنشوف بقى الموضوع. عشيره السماء ترحب بك الى اراضينا يا بطل إيلوي لا اكثر. حسنا، على هذه الاراضي ندرب صيادين لاجيال، واثقه ستوفر لك تحديا كافيا. طيب هنشوف بقى بالترتيب. اختبار الصقيع في الاول ناخده بالترتيب كده. التصويب على بليو باك او بليو باك باستخدام ذخيرة التجميد لبناء حالة الهشاشة. وفي حالة اصابة كيس مكرر للحمولة في بليو باك ليدي لعدة مرات تكفي تدميره فسيجمد اي روبوتات اخرى في نطاق التفجير. عندما يكون بليو باك في حالة الهشاشة ستتوفر فترة زمنية محدودة لتدمير كيس مكرر للحمولة ومخزون الماء لديه. تحتوي روبوتات بليو باك على كيسين على اجسامهما، كيس مكرر للحمولة ومخزون الماء، تحتسب تدمير اي منهما في هدفك. المفروض نخلص في 3 دقايق الكلام ده. طيب انا كده محتاج طبعا سلاح تجميد. انا معايا اسلحه ايه دلوقتي؟ شوف انا حاجه بتجمد ولا لا. الاختبارات متاحه دائما. معايا ده طبعا، ده سلاح اسطوري يا جماعه خدته مؤخرا. في تجميد ممكن اختاره دلوقتي ونلعب بيه ونشوف هيكون تاثيره عامل ازاي. طيب ناخد السلاح ده. ده سلاح اسطوري يا جماعه اسمه كارثة الشمس، خدته من خلال تختيمي للقصه. يعني القصه اوريدي ختمتها، فخلينا نشوف بقى تاثيره بيعمل ازاي دلوقتي. المفروض ندمر 3 اكياس، دمرت اكياس الهشاشه. يلا بينا نشوف هيعمل ايه. تجمد تماما، تعال نديله ده كده. كده واحد طبعا عظيم. نروح على اللي بعده. في اللي بعده سنحتاج النقطة لو استخدمت ذخيرة. لا مش عايز ده، هو ده. لا نار، مش عايز نار. تجميل تجميل. ايوه واحدة كمان ما جاتش. خلاص نديله بقى ده. تاني اهو نطلع منه. مع السلامة. مع نفسك بقى، مع نفسك مع نفسك. ده التالت. تم الاختبار يا جماعه. مش سريع مش سريع. اهربي بقى، اهربي يا بت، اهربي يا بت. طيب نشوف بقى الاختبار التاني. مذهل يا إيلوي، جائزتك. هاتي جائزة تليق بنصرك. طيب الصوت كامل يا جماعه. اوكي شوف بقى اللي بعده. اختبار الصقيع تم الحمد لله. اختبار الامساك بالقاطع. ده كده لازم نستعمل سلاح القاطع غالبا. يمكن اصابة الروبوت 3 مرات باستخدام قاطع يجب الامساك به عند عودته. في كل مرة لشحنه عند الشحن الكامل يستخدم لاصابة الروبوت واحداث ضرار اضرار مدمرة. اضرار مدمرة مدمرة مدمرة، انا اسف يا جماعة. طيب خلينا نبدأ الاختبار. شوف بس سلاح القاطع بسرعة كده. هنحطه مكان ده. اوكي بدي بالحبل لبدء الاختبار.
يلا بينا نختار ده. ضرب روبوتات. اوكي يلا بينا نختار السلاح بتاعنا اهو. عبي شوية بسرعة. مسكي يا بنت، مسكي مسكي مسكي. ايوه التاني مسكت اهو. اي مسكي مسكي بسرعة. خلاص متمش لسه. اه واحد تم اهو. روح شوف التاني بقى بسرعة كده. مسكي 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 مسكي. بعده ايوه كده. نطح خلاص. اكتمل يا جماعه، اكتمل يا جماعه، اكتمل يا جماعه. ما جاتش ما جاتش. ربي 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 ربي. أبليتي حسنا في هذا الاختبار. طيب تمام الحمد لله. جائزة مشرفة لفوز مشرف. المطلبة مكافآت. عظيم. الاختبار الثالث بقى الأخير. انفجار. اختبار انفجار البلازما. يستخدم داخلة البلازما على مدرع الدوار لوضعه في حالة انفجار البلازما التي تبدأ بمؤقت. اوكي نروح نديله ضرب بلازما ونفجر، يعني نعمل فيه تأثير انفجار بلازما. لازم يكون معايا سلاح بلازما يا جماعة. بلازما ما مايش حاجة حاليا. بلازما ممكن نبدل ده برضو. طب يا جماعة ناخد قوس المادة البراقة الدقيق ده. ده اقوى قوس عندي في بلازما. هنجهزه ونحطه مكان السلاح بتاع اللفاف اللي اخدته المرة اللي فاتت. ونشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. حلوة. من الأفضل أن أضربه قبل أن تنفجر البلازما. اديله بسرعة كده. ضربناه قبل ما تفجر البلازما. دي ضربة جامدة كده. حلو حلو خلاص. اجري يا بنت.
ماشي ماشي خلاص تم الاختبار يا جماعه. نهرب بطريقه بقى. ايوه كده جائزتك. هاتي عظيم عظيم عظيم. كل دي مدريات فخر الحرفي ده. جالي سلاح يا جماعه، سلاح اسطوري كمان. تعال شوف بسرعه كده قبل ما ننهي الفيديو. في انتظارك. فخر الحرف فين بقى؟ من هنا. ولا كنت واخده قبل كده غالبا. فخر الحرفي هو ده. ده فخاخ، قذف فخاخ. طيب اللي بيحب الفخاخ طبعا الموضوع ده هيبقى مؤثر معاه جدا وهيبقى فعال، وده ممكن نبقى نستعمله برضو في الحلبة الأخيرة يا جماعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة. يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي نقدر نتجاوز وناخد الأنشطة الثلاثة في هذه أراضي الصيد. كان معاكم أحمد باكت جيمرز جنتلمان، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، وهنخلص بقى الحلبات بالكامل بتاعة أراضي الصيد، مش أراضي الصيد، الحلبات اللي هي القتالات اللي بتاعت الحلبة، بتاعت الحلبة الكبيرة يا جماعة. دي أنا طبعا كنت عملتها بدأتها في فيديو لايف، ممكن تبقوا تشوفوه في فيديوهات اللايف بتاعت هورايزون، ولسه في فيديو هنزله ان شاء الله في اصعب 3 مستويات فاضلين في الحلبه. ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا لو مش مشتركين، واللايكات تكون عنيفه، واشوفكم في فيديو جاي، ومع السلامه.